اهلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا انا قليله بالتصوير، بس قلت لازم اطلع توتوريال كذي خفيف اوريكم جمال هالفرش. يهبلون الرمادي مع البيج مع البينكش نود، يعني حتى لما تحطونهم كذي على التسريح يشوقون. ما كل لمعه الخيال. واو، بستخدم هذه الفرشه حق الشادو اللي هي حق دمج الشادو، رقمها 20. اوكي، تاخذون اي لون كذي، انا باخذ البرونزر او اي شادو بهذا اللون، تحطونها على كسرة العين. انا اساسا حاطه، شوفوا، حتى لو تصعدون شوي فوق صوب الحاجب عادي، لانه راح النظفة، وبعدين على الخفيف تطلعون كذي اللي برا، يعني كذي كذي وعلى برا. اوكي، وراح نوضح زيادة بالاغمج، الشادو الاغمج، بس هذا كله بالفرشة رقم 20. اوكي، راح ناخذ لون اغمج، راح ناخذ لون اغمج، راح ناخذ الفرشة اللي هي اصغر حق اللون الغامج عشان توضحون الكسرة اكثر، او اذا تبون توضحون نهاية العين اكثر. انا راح اسوي سمونكي، فشوية راح ابالغ عن مكياج جمال كل يوم. اوكي، هذول الثنتين حين مهمين حق الشادو، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فالحين الصغيرة. اوكي، رفعت شعري بنظارة عشان بس تشوفون اوضح، ما عندي باند. المهم بجيب هذه، لا مو هذه، وينها الثانيه؟ ايه، خل اقول لكم شنو اللي حبيتها بالفرش، بس بشرح شيء. في فرش، وراح يستوعبوني البنات اللي يعرفون يحطون مكياج اللي يستوعبون هذه الاشياء، في فرش تهي الشعرة طويله وتلمع، ولما تحطون تسيح معاكم الشعرة. هذيلا لا، هذيلا تجيكم الفرشه وايد ناعمه طبعا على البشره، بس متماسكه متماسكة، فلما تحطون اللون يحط عدل، يعني يرسم صح. راح تستوعبون لما تجربونهم. خيال، راح أخذ الأصغر وراح أحط اللون المهم قلت لكم راح أخذ الفرشة رقم 24، راح أخذ لون أغمج. أنا كل شيء برونزر، فهذا ما أخذ هالبرونزر بس وايد غامج وتوهقت فيه فسويته شادو. المهم شوفها ما تسيحها هني بطرف العين. اول شيء تبدون طرف العين، بعدين تبدون تحددون اكثر لداخل العين. اوكي، بهذه الفرشه ما راح تحوسكم لان اساسا متماسكه وصغيره، فراح تكون بالضبط على الكسره، تطلعون لي برا. اوكي، باخذ هذا الكحل، هذا لازم ادمجه بسرعه لانه ووتر بروف، بس ما عندي شادو شو اسمه اسود، بحطه هني عادي عشوائي. اوكي، لانه بعدين راح ادمجه، بس ابدي ادمج بفرشة الدمج اللي هي رقمها 65، مكتوب عليها اساسا كل الكحل اللي سويته. شوفوا الحين بنفس الفرشة راح اخذ شادو بني واحط فوقه. الحين اي ميك اب ريموفر عندكم، راح اخذ كذي عود اذون واخذ نتفه، ما ابي اكثر. حطونه عند فتحه العين هني، تبدون تسحبون لي فوق عشان تنسحب معاكم العين، تصير نظيفه من تحت. شوفوا طبعا سويت نفس الشيء بالعين الثانيه، شوفوا شلون تحددت، صارت حادة أكثر ومسحوبة لفوق. بس راح أحط مسكرة وأبدي أسحب الرموش على جنب لبرا. لما أحط برونزر أحب أسوي كذي، أحب أسوي كذي، خليتها شوي شوي تكون مدببة من فوق، يعني هذه الحركة وايد أحبها بالفرش، فحرصت إنها تكون بفرشي ما تكون مدورة، لا مدببة. أنا من النوع اللي أحط على كل وجه، بس هذه حركة الفرشة وايد حلوة. أسوي كونتور، أحب أنزله هني شوية، شوفوا هذه الفرشة حيل أحبها، يعني قلت لكم تحسفت إني ما حطيت منها ثنتين، واحدة تكون حق دمج الكونسيلر والثانية حق الشادو. رقمها 30، صرت أستخدمها حق شادو وحق كونتور الخشم. هي واو 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 حق
توزيع ال سوري دمج الكونسيلر. اصلا سميتها كونسيلر برش. تحطون كونسيلر اوكي، وبعدين بطرف الفرشة توزعون الكونسيلر وشوفوا النتيجة. هذه الفرشة تهبل تهبل، احط فيها هذا البلاشر اللي صاير شوية مع لمعة او اي اضاءة عندكم تحطونها هني. طبعا حرصت انها تكون مو فلات، شوي متفوخة ودائرية طبعا مضغوطة، فتمسك اللون عدل وتحط حيل عدل، سواء استخدمتوها كذي او طرفها. عندكم هذه الفرشة اللي اتي هني مشط حواجب، وهني ترسمون الحاجب شعرة شعرة مضغوطة وضعيفة. هذه خيال بس ما راحت فاونديشن، توزيعها رهيب ما شاء الله تبارك الرحمن. الفاونديشن ابدا ما يخط قطعة واحدة. عندكم هالفرشتين، هذه تحطون فيها شادو وتحت العين تمسحون، او باي لاينر سائل او جل وتخطون الاي لاينر اللي هي هذه المشطوفة، وهذه حق الارواج حق الحمر وضعيفة يعني حتى الشفايف تتحدد. الحين راح اجرب معاكم، شوفوا شلون تحدد عدل. انزين الحين بعد ما حددت راح اخذ هذا اللون، سواء تحطين جلوس او تخلينها كذي. وايد سريع وايد نظيف وايد حلو، والفرش حيل راح تفرق معاكم بالمكياج.